هل الفوتونات ظل؟ الفوتونات دي ايه؟ ده جزء من الضوء، والضوء ده ايه؟ دي طاقة كهرومغناطيسية بتتحرك في المكان. يعني ايه كهرومغناطيسية؟ يعني كهرباء ومغناطيس. يعني ايه كهرباء ومغناطيس؟ يعني فيها شحنات قطبية. يعني ايه فيها شحنات قطبية؟ يعني فيها موجب وسالب. يعني ايه موجب وسالب؟ يعني فيها فرق. يعني ايه فيها فرق؟ يعني فيها تفاوت. يعني ايه فيها تفاوت؟ خلاص خلاص خلاص، مش هنخلص من تعريف الضوء. المهم الفوتونات دي جزء من الضوء، والضوء جزء من الطاقة، والطاقة جزء من الكون. طب الظل ده ايه؟ دي المنطقة المظلمة بتتكون لما حاجة تقف قدام مصدر الضوء وبتخلق ظل على حاجة تانية، زي مثلا لما اخوك يعدي من قدام الشاشة فتقول له ابعد ابعد ابعد، مش شايف من ظلك. طيب لو الفوتونات جزء من الضوء والضوء بيخلق ظل، يبقى هل الفوتونات ظل؟ الاجابه لا، الفوتونات ملهاش ظل. ليه؟ عشان الفوتونات ما بتحجبش الضوء عن بعضها، الفوتونات بتمر من خلال بعضها بدون تاثير، فالفوتونات ما بتخلقش ظل. خلينا ندي مثال، لما نشغل ليزر احمر واخضر في نفس المكان مش هنشوف ظل احمر واخضر على الحائط. ليه؟ لان كل لون ليه فوتونات معينه، فالفوتونات دي بتتداخل مع بعض وبيظهر لون اصفر في الحائط نتيجه تداخل الفوتونات. ما تنساش بقى لايك وشير وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد على محتوى ده.